سبت 31 تموز 2021. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم. ضيفي في استوديو هو مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران. أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير وصباح الجيش اللبناني بالأول من آب. صحيح، غدا إن شاء الله عيد الجيش، يعني سنسأل عن هذا العيد، يعني ما بعرف عيدهم بأي حال عطى، يعني لا مثل كل الأعياد، الأعياد حتى الدينية صارت أعياد خجولة. عيد الجيش هالسنة خجول أكتر، لأن وقت اللي بنشوف حالنا عم نضطر نتسول لنبقى بس واقفين على إجرينا، خجولين نحن أمام العسكر والضباط، وما فينا إلا نعيدهم ونشد على إيدهم ونتمنى دايما يكونوا هني العنوان الجامع لجغرافيا وإنسان اللبناني. قد ايه حيبقوا قادرين على هذا الجمع في ظل التحديات الكبرى التي تنتظر اليوم، يعني الواقع اللبناني إذا بدك، إن كان سياسيا اجتماعيا أمنيا اقتصاديا ماليا إلى ما هنالك؟ ما في شك أنه العقيدة اللي انزرعت بالجيش بوقت القائد أمين لحود بعدها موجودة، هيدي العقيدة القتالية بوجه إسرائيل واللي بتشد على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية. وما في شك أنه القيادة الجديدة عملت جهد كبير لتأمين مقومات أولية لحياة العسكر وأهليهم، سواء المساعدات المصرية المغربية الأردنية، ومنكون عم نحكي عن هاي المساعدات كمان بنوع من الخجل، لأنه غير كافية. لا مش بس لأنه غير كافي، لأنه ما بيجوز ما تكون الدولة اللبنانية هي عم تهتم بأكل وشرب عسكرة. نحن ما عم نحكي عن مساعدات طيارات وصواريخ. إيه لا نحن بالقومة. ونعم الجيش اللبناني هو آخر عنوان لوحدة اللبنانيين، ومن بعده كل واحد بيروح بيرتب أموره. عشان هيك اليوم في حرص خارجي على يعني إبقاء هذا التماسك لهذه المؤسسة العسكرية بمطرح من المطارح، خوفا من دخول لبنان بأتون فوضى قد يكون له تداعياته على هذه الدول اليوم الحامية بمطرح. علاقة الخارج مع الجيش هي علاقة مركبة ومعقدة، يعني الخارج بده من الجيش أكثر من سبب. السبب الأول اللي حضرتك ذكرتيه إنه يبقى هو عنوان الضامن للوحدة. السبب الثاني ما ننسى إنه في حوالي 15,000 عسكري وضابط يونيفيل، قوات متعددة الجنسيات موجودين، الضامن الأساسي إنه هو الجيش. والسبب الثالث بكل صراحة هني بيعتقدوا بنظرهم أنه الجيش بيعمل توازن مع المقاومة مع حزب الله، وغيابه بيفتح الباب لحزب الله أكثر بالهيمنة على الساحة، بينما حزب الله ينظر إلى الجيش كأنه ضلع من الثالوث الذهبي، الجيش والشعب والمقاومة. يعني في تكامل بين الجيش العلاقة العلاقة المجتمع الغربي مع الجيش هي علاقة مركبة، في الجيش شو بده من الغرب وفي الغرب شو بده من الجيش. يعني وهذا الغرب على ما يبدو يريد الكثير ويراهن على شو؟ بس ولا مرة كان رهان إلا رهان فاشل، إبقاء توازن مع حزب الله بالدرجة الأولى برأيك؟ بس في تقاطع، يعني إذا بدك التقاطع الجدي بين الغرب والمقاومة اليوم هو عنوان الجيش اللبناني. حزب الله عبر سماحة السيد أكثر من مرة، قال أنتم مفكرين إذا دعمتوا الجيش بتكون عم تدعموا بوجنا، نحن منشوف إذا دعمتوا الجيش بتكون عم تدعمونا إلنا، لأنه ضلع من الثالوث الجيش والشعب والمقاومة. لهيك دائما الجيش هو المساحة المشتركة بين الغرب وبين المقاومة. ولهيك بأكثر من محطة كان كل قائد جيش عنده حظ أو يصير رئيس أو يفكر يصير رئيس جمهورية. هلأ في تفكير بأن يصبح رئيس؟ ما في جمهورية هلأ التفكير، إذا بضل في جمهورية نحن هيك بنقول، بس اليوم واضح أنه بعض الأطراف بعضهم يعني حاصرين كل إذا بدك عملهم وحركتهم السياسية بهذا هذه الرئاسة وهذه الجمهورية. أنا ما بقى لي عين ناقش فيها بصراحة، وبعتقد أيدي الجيش ما لازم يكون له عين يناقش فيها، واللي فهمته أنه مش عم يناقش فيها. لا نحن عم ناقش على الرغم أنه بعض الأطراف تنظر إليه على أنه خصم كل اليوم. كل ماروني يفوت على المدرسة الحربية هو مشروع رئيس جمهورية، يعني بيكون بعده تلميذ ضابط سنة أولى هو مشروع رئيس جمهورية، شو بالك إذا كان أي جيش؟ وهذا الشيء صار طبيعي بعد تجربة فؤاد شهاب، إميل لحود، ميشيل سليمان. بس ما الذي يمنع من أنه نوصل يعني ما وين أولوياتنا؟ يعني اليوم أولويات اللبناني المازوت للمستشفى، وصاروا ينقلوا المرضى كل 4-5 يحطوهم بغرفة ليطفوا الكهرباء بغرفة ويشغلوها بغرفة تانية. عم تحكي عن أولويات المواطن العادي أستاذ سالم، قديش اليوم في أولوية مشتركة بين المواطن من جهة وبين المسؤول من جهة أخرى؟ إذا احنا بينا هيك رايحين على انهيار، لا بيضل جيش ولا بيضل دولة ولا بيضل رئيس جمهورية. ليه هيك النفس اليوم هيك كأنك لا مش هيك إنه وقت محبط طويل علما أنه في هيك جو إيجابي وفي رئيس مئاتي إجا بضمانات وفي زخم شفناه
بدي اسال عن هذا لأنه الزخم. انا مني بعيد عن الناس، انا عايش معهم، مني عايش بغير كوكب. والناس اليوم بعيده عن كل ما يجري، ولاني مثالي مثل بعض المثاليين على تويتر اللي بيصيروا يخبروك افكار، بتفكري حالك بسويسرا او بسويد، ولاني كمان عايش بالوهم. فيدرالية وتقسيم ولا هيدي وحده، وفي افكار تانية كمان، في افكار تانية وهميه يعني. بعد هذا اللي بيحكيك ب خلص ما بدنا على بكره الصبح نعمل مشاكل، في كثير افكار يتم في التداول أفكار فيها هلا، في افكار اقتصاديه من الفريقين بتكوني عم تسمعيها بتصير تقولي انه عن جد هول عايشين معنا يعني، في حاله انكار برايك عند البعض، حاله هذيان. بتحسي انه هول الناس مطوشين بغير مطرح، يعني هن عم بيناقشوا ببعض الامور، بتصير تقولي عن جد هول معنا يعني، على ذات الكوكب، على ذات الارض، بمن فيهم بعض المسؤولين، بمعظم المسؤولين سواء ب8 او ب14 اذار، بتسمع نقاشهم بتشعر انه هن بكوكب منعزل عن الكوكب اللي نحن موجودين فيه. حنفوت اكثر على هذا الكوكب لنشوف ماذا في التفاصيل، لانه يبدو انه كمان دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. ما هو منتظر الاثنين المقبل البدء بالحديث في هذه التفاصيل؟ شفنا 3 جولات مفاوضات تاليف انعقدت، ويبدو انه الحبل على الجرار، هيك مبين المسار. يعني ماذا عن منسوب التفاؤل بامكان ولاده الحكومه اللبنانيه، معطيات الاسبوع الاول من التكليف، وما هو منتظر في المرحله المقبله؟ فينا يعني نجمع المعطى تبع الأسبوع الأول للقول، لقول ماذا؟ التفاوض بلبنان بيصير بالإعلام. يعني عملية مغايرة التفاوض والشد والرخوة بتصير موازية مع الإعلام، بل بكثير من الأحيان بيكون الإعلام عبر هذا الإعلام. صح، هذا اللي كنت بدي أقوله، بكثير من الأحيان بيكون الإعلام هو السباق في عملية التفاوض. يعني لأبسطة، إذا رئيسين عم يتفاوضوا مع بعضهم، كل واحد منهم بيستخدم الإعلام على الطريق قبل ما يوصلوا لبعض لحتى يأسسوا لسقوف للتفاوض. واضح أنه بلش من سقف عالي، وعلى كل شيء بتشوفيه بالإعلام مش شرط يكون هو، أحيانا بيكون هو الواقع كما هو، وأحيانا بيكون هو جزء من عملية التفاوض. هذا المبدأ الأساسي. بالتفاصيل، فات نجيب ميقاتي حامل على كتافه تبعات ما قام به سعد الحريري. تبعات؟ إيه؟ سعد الحريري قدم خلال 16 أو 17 زيارة 3 أنماط من تشكيلة الحكومة. أول مرة إجا قال الداخلية والعدل، 2 من رئيس الجمهورية، وما صدق يوم الرئيس عون. تاني مرة إجا قال له قاموا علي، لا بدي أستطيع. صح، وحدة داخلية إلك، وحدة داخلية إلي، وحدة عدل إلك. أوكي. ثالث مرة إجا قبل ما يفل قدم تشكيلة الملغومة اللي هي حط الداخلية وحط العدل 2 عند السنة، بالتالي عند رئيس الحكومة. كنا مع زميلنا عماد مرمل على المنار وقلنا وروينا بالتفصيل مجرد كيف صار وضع هذه العبوة لكي تنفجر. وعلي بس هو كان بحاجة لهذه العبوة أنا ذاك عم يدور، وضع أنه يعني الطرفين كانوا بدهم هذه العبوة على رأسي، عم يدور على حجة ليفل. قال لك هيدي 2-1، أول شيء حجة، 2 بكون عم عرق له طريقه لنجيب ميقاتي، أو عم صعب المهمة عليه، أو عم علي السقف لهو يستفيد. راح نجيب ميقاتي حامل آخر تشكيلة اللي هي دخلية وعادلة 2 عند رئيس الحكومة. أنا اللي فهمته أنه نزل بتاني أو بتالت جلسة لدرجة أدنى، وقال انه داخلية وعدل شخصيات وسطية مقبولة، لكن العدل بيكون مسيحي والداخلية بيكون سني. وبقلب النقاش حسب ما انا عرفت اتفق انه يحيد الداخلية والعدل ويتركهم لنهار الاثنين المقبل. وليش يتركهم للاثنين المقبل؟ ليه 3 ايام يعني فرق؟ ليش؟ 4 ايام. لانه كان مراهن انه رح تجي العقوبات الاوروبية الفرنسية، نوع من الضغط على عشية التنين، وهذا اللي أشرنا له مبارح وسميناه الولادة من خاصرة العقوبات. لكن العقوبات يعني اللي بيسمع العنوان بالأول بفكرها أنه قنبلة نووية ذرية، وإنما لكن اللي بفوت على تفاصيلها بيكتشف أمرين. الأمر الأول أنه هي اتفاق إطار عام، أما وضع الأسماء فهو بحاجة إلى اجتماع وزارة الخارجية وأنه يرجع يقرره، واللي هو واضح أنه في عدد. بماذا؟ حضرتك حطيت على تويتر أنه اتفاق الإطار القانون للعقوبات اللي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مرتبط بملف ولادة الحكومة، فهل تولد هذه الحكومة من خاصرة العقوبات؟ وتقول أنه هو يأتي بالتزامن عشية إذا بدك تشكيل الحكومة والدخول في توزيع حقيبة الدخلية. رح وسطها هيك يحكيها مثل ما هي. مئات حط مع الرئيس عون
اتفاق تقريبا لكل توزيعة الوزراء وتجاوبهم 90% فينا نقول. كلهم، لا من عدا العدل اوكي والداخلية، ترك العدل والداخلية على جنب. اجت العصاية العقوبات الأوروبية عشية التنان. هلا هون في سوء رأيان، في رأي بيقول إنه رئيس الجمهورية راح يشوف هيدي العقوبات الأوروبية ما لها قيمة وما لها معنى وما راح يرد، وراح يقول أنا الداخلية 6 سنين من عهدي ولا مرة أخذتها، حقي أخذها، خاصة إنه المالية ثبتت مع الشيعة وما حدا قدر يزحزحهم يعني من هيدا فيها. الباب بده يحكي بموضوع المداورة، راح كمل مالية أكتر الشيعة وقول مقابل ما الداخلية بقى لإله. في شو مداورة المالية، انتهينا. راح يقول الداخلية مقابل المالية، اوكي وراح يقول إنه ميشيل سليمان وقت اللي كان رئيس جمهورية أخذ الداخلية أكتر من مرة وهذا كان حقه. مقابلة نجيب ميقاتي عم بيقول إنه لا، الداخلية حصة السنة، بالذات مثل ما تركها سعد رئيس سعد الحريري، الحريري. وفيني أترك العدلية. هلا هون بهذا النقاش هل بفوتوا الفرنسيين على التفاصيل على طريقة أبو عبده تاخدي عمره بعدك أم لا؟ بيبقوا الفرنسيين عم بيحكوا من بعيد ومن خلف البحار وبالعموميات وبإطار اوكي للعقوبات، هذا السؤال الأساسي. وعليه بكل صراحة وبشكل مباشر وواضح إذا انعمل تسوية محلية بين الرئيس عون وميقاتي وانقال يا خيي هذا الاسم بالداخلية مقبول ومسموح وفي شكل تقاطع مشينا فيه، اوكي وهذا الاسم بالداخلية مقبول ومسموح ومشينا فيه، تركب الحكومة تنام بعد الظهر. إذا يعني إذا صفت النيات مثل ما عم بتقول بمعنى لا، آخر نيات وحسابات شو؟ مع بعضها، طيب ما لأنه هي بالسياسة ما في نيات، في اوكي حسابات ومصالح. أو إذا دخلوا الفرنسيين على الخط وقدروا يقنعوا الاثنين باسمين قادرين يسلكوا فيهم تركب الحكومة. أما إذا ما صار هيك حنسأل إذا ما صار، خليني باللي إذا صار. أول شيء يعني اليوم إذا ليه الدخول الفرنسي اليوم سيختلف عن الدخول السابق؟ واليوم الضمانات اللي تحدث عنها الرئيس نجيب ميقاتي تقوم على ماذا؟ يعني نحن في معطى تغير أدى إلى هذه التسمية أو هذا التكليف السلس، وفي اليوم عناصر ناضجة لولادة حكومة، نعم أم لا؟ لا، التغير الفرنسي ما ردوا انه من الاساس كان ميقاتي هو المشروع الفرنساوي، ووقت اللي تم اختيار مصطفى اديب، مصطفى اديب فعليا هو نجيب ميقاتي، يعني هو بس ليه ما تم تسمية نجيب ميقاتي آنذاك؟ اللي صار بوقتها نادي رؤساء رؤساء الحكومات. الحكومات قطع الطريق واوطاب وقال لا، شخصيه من برا. اجا مصطفى اديب على السريع، حمله عبوه ناس في الرئيس الحريري، وشو قال له؟ قال له بدنا الماليه تظهر من الشيعة، وهو بيعرف سلف انه مالية تظهر من الشيعة مش رح تظهر. فخخه ظهر. طلع نجيب ميقاتي عمل مقابلة، شو قال فيها؟ أنا جاهز أعمل حكومة تكنو سياسية 14 ب 6. أعطى طرح آنذاك، ما قال أنا جاهز. أنا إيه جاهز، يعني البعض أنا اعتبر جاهز، إنه هو خلص كان أنا جاهز، عرض. أنا جاهز، يعني اللقاء كله عنوانه أنا من جاهز، أقفل عرض. الطريق أمامه؟ نط سعد الحريري قال أنا مرشح، وحجز التكليف والتأليف 9 شهور. وعليه الفرنسيين من اللحظة الأولى كان مشروعهم نجيب ميقاتي، والدليل اختيارهم لمصطفى أديب من بعد إطلالة ميقاتي، من بعد مثل ما قلنا حجز رئيس سعد سعد الحريري. الحريري. وبالتالي مشكلة الفرنسيين هي بأمرين. الأمر الأول العلاقة مش الواضحة مع الأمريكيين، بالرغم إنه هلأ بعد الأمريكيين غير قايل لا، ما أنا عم كمل عم أقول، بالرغم إنه هلأ الأمريكيين عاطينهم مجال أو مساحة في الملف اللبناني، لكن هذه المساحة هل هي مساحة مفتوحة؟ كافية؟ اثنان، بكل صراحة يلي بياكل عقوبات أمريكية يعني بتصير عنده العقوبات الفرنسية ما شيء أو الأوروبية، ولا شيء، يعني أنا الغريق وما خوفي فعلا. من البلد، يعني عم تقول أنه حتى هذه العقوبات لن العقوبات تؤدي إلى الأمريكية اللي سقطت وقت حكومة مصطفى أديب، سواء على الوزير بسيه الحاج علي خليل، يوسف فينيانوس، شو هي فعليا؟ شو هي؟ هي فعليا أقصى ضربة ممكن يتحملها أي سياسي لبناني، عم تهددي بالعقوبات. وبالتالي إذا اليوم عم تهددي بعقوبات أوروبية، مين عم تهددي؟ ما أنت مبلش بالعقوبات الأمريكية. نعم، لو ما كان في عقوبات أمريكية يمكن تهديد بعقوبات أوروبية كان أصعب. رح نلخص المشهد يعني بهذا الحكومي، المعنى شو عم تقلنا؟ رح نلخص المشهد الحكومي بنقول على الشكل التالي. الحكومة متفق عليها بكل تفاصيلها، درزيا وشيعيا وحتى اليوم مسيحيا، وهذا الشيء الفرق عن سعد الحريري. طبعا في بعض الروتشة ما في غنى عنها بالحقائب،
لكن العقد النهائي صحيح هي عقدة العدلية والداخلية، وإذا بدي يكون دقيق أكثر بقول عقدة الداخلية حصرا، لأنه مئاتي سلم للرئيس عون أنه ما في مشكل بالعدلية. هل عقدة الداخلية ليه في عقدة للداخلية؟ فيك تشرح لنا؟ لأسباب شرحنا جزء ايه منها. تتعلق بماذا؟ سبب التالي الأساسي، أنت عشيت الانتخابات، أنت عشيت الانتخابات وإدارة المرحلة سواء بإعداد قانون الانتخاب أو بالإشراف على الانتخابات. اللي حيصير في إعداد لقانون جديد بعد عندهم وقت الشباب يعني يعملوا قانون المنطق جديد أو بيقول في إمكانية لتفاهمات جديدة؟ المنطق بيقول إحنا رايحين على نفس القانون، يمكن إذا لحقنا بالوقت وصار الموضوع صعب تعديل الصوت التفضيلي صوتين بدل صوت، والموضوع انتخاب المغتربين إلغائه أو شطبه أو تعديله، وموضوع الميجا سنتر ما بعرف إذا بعد بيصير. المنطق بيقول إحنا رايحين على نفس القانون دون أي تعديل، أوكي. إلا إذا ركبت حكومة استطاعت بأيلول أن توجد هذه التعديلات. وقدرت هذه الحكومة تحط على الطاولة تعديلات ما لها علاقة بالدوائر إذا بدك وبأساسيات بس لما القانون. بنقول أنه في طرف سياسي أساسي اليوم متمسك بحقيبة الداخلية لأن نحن على أعتاب انتخابات نيابية، الكل هيدا لا يؤدي يعني إلى إذا الكل بدك أوكي، بس هيدا بيوصلك لاستنتاج أقول بأنه ما حيكون في شفافية بهذه العملية. ليش اليوم في طرف سياسي بده يتمسك بحقيبة الداخلية وهو يريد أن يخوض معركة كسر عظم؟ أولا بدي صلح، مش في طرف سياسي، شو؟ كل الأطراف السياسية المعنية عينها على الداخلية، بس يعني ما عم نشوف نحن شد الحبال قائم إلا بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على هذه الحقيبة. الشيعة أخذوا المالية، ودروز للأسف بعد اتفاق الطائف ظهروا من الداخلية، مش رح يقاتل عليها الأرمن كاثوليك، يعني عم بيقاتلوا عليها الطائفتين الكبار اللي بقيوا لأن المسيحية والسنة، يعني فعليا كل اللي قادرين يوصلوا لها عم بيقاتلوا عليها. ايه الداخلية أنا قلت عند الاثنين إلى حسابات، عند رئيس الحكومة إلى حساب انه نادي رؤساء الحكومات وسعد الحريري عم بيقول له بتتلقط فيها، انه هي تاريخيا كانت للسنه يعني لا ما راح ايام الياس المر ومشيل المر كانت ارثوذكسيه، وقطعت مع زياد بارود كانت مارونيه، ومع مروان شربل لا تبدلت هي الحقيبه، ورئيس الجمهوريه ملقط فيها عم بيقول انا ولا مره اخذتها، وكنت كل مره طالب فيها بالوقت اللي اخذها قبل مني ميشيل سليمان مرتين كرئيس للجمهوريه، والنقاش عشيه الانتخابات. بتستحي كنت عم بقلك تحت الهواء، بيكون خجول الواحد يطلع على الاعلام يقول لهم انه حياتكم ومازوت وكهرباء ومي اخر همهم، لا وكل هولي مش شايفينهم كل اصلا، كل هولي بحاجه لحكومه. امبارح مصرف لبنان بيقول عطي رقم يعني مرعب، شو عم بيقول؟ حوالي 860 مليون دولار بس بشهر تموز صحيح مازوت وبنزين، طيب يعني قد المليار دولار نحن دافعين بس محروقات وفيول. وينهم عند المحتكرين؟ وهو حكي عن التهريب وعن الاحتكار. هلا على الهوا روحي جيبي لي حدا قادر يشتري تنكب مازوت على السعر الرسمي، ما في الا من رحم ربي. لا هلا اليوم مش قادر تشتري تنكب مازوت حتى بسوق السوداء، ايه؟ يعني هالقد وصلنا الى هذه الدرجه. انا لو كنت وزير وبيطلع عندي ارقام من مصرف لبنان بتقول في حوالي مليار دولار اندفعوا محروقات بشهر تموز ومش عم تلتقى المحروقات، يا بنزل بقوص هون يا بقوص حالي. لا في شيء، في شيء منه منطقي منه طبيعي. بس هيدا هو الحل اخر شيء، وين الدوله وهيبه الدوله والاجراءات التي يجب ان تقوم بها هذه الدوله؟ سايبه والرب رعيها، وكنا باربع خمس حيتان كبار عم ياكلوا، هلا تحولنا كلنا لقرش صغير عم ناكل بعضنا البعض. هلا سوسن بتروح على المحطه، هيدا الشاب اللي بيعبي المحطه بدها تناوله زياده لحتى يعبي لها، بترجع سوسن بتاخذ سيارتها تشفط منها شوي بنزين بتبيع على جارتها بتغلي عليها شوي، بترجع جارتها جاي له شو واحد مغترب بده يعني كذا. كلنا تحولنا الى تجار كلنا فاسدين محتكرين. شو المشكله اليوم؟ هل قد ما بقى عندنا يعني قيم اخلاقيه نحن اليوم؟ احنا بغابه وبكل جرأة. المشكله فينا ولا المشكله اليوم بي يعني اذا بدك من يدير هذه الدوله واللي هو سامح لهذه الفوضى ولهذا المشهد؟ بكل جرأة وصراحه كان في اربع خمس صرافين كبار، صار في 2 مليون صراف سبق وقلناها. كان في اربع خمس محتكرين كبار، صار في 400-500 الف محتكر صغار. يا استاذ سالم في مثل بيقول عندما يفسد العالم يعني بيفسد العالم، فسد وبالتالي البلد. من هون ما عندك اليوم انت قدامك يعني ايدول انت تمشي ورا بشكل صحيح، وبالتالي شو المنتظر من اي مواطن عادي لبناني؟ البلد اليوم فسد. اليوم الدواء بتشتريه بالسوق السوداء، طيب هذا الدواء اللي عم تشتريه بالسوق السوداء انه كيف عم يجي عم تشتت الدنيا ادويه بالسوق السوداء؟ لا، في تاجر موزع قبض من مصرف لبنان ناول صيدلي، يا قبل ما يناوله للصيدلي ظهر لبرا وباعها، يا هيدا الصيدلي ظهر لبرا وباعها، بس بالاخر الدول اليوم عم ينشرها سوق سوداء. بس وصل المواطن لهالقناعه انه هو يعيش في اللا دوله؟
نحن عم نتحلل بكل معنى الكلمة. وقت بنكون انه نكون عم نقول انه البلد عم يتحلل، ما بيكون حكي شعر، يعني بيكون حكي مجازي. كان دقيق في التوصيف لما قال لبنان الى زوال. لبنان الى زوال باي معنى؟ طلع حواليك كلنا عم نتحول مثل ما كنا عم نقول بال 2019 للزومبي هول اللي حكينا عنهم، وصاروا يضحكوا ويقولوا شو عم بيحكي هيدا، اجت الثوره واجت التغيير وجاي الايام المذكره. صحيح. وصاروا يدقوا على التنك، قالوا لهم عم هيدا دق التنك ما رح يعمل بلد. نحن في واضح في قرار انكبس الزر لهيدا البلد يروح يروح وما يرجع. في فرصة جدية لهي البلد يروح وما يرجع. هالقد الصورة التشاؤمية وبذات الوقت عفوا اللي عم تليها ما بتحمل بذور تفاؤل ولا تحتمل انه نحن نناقش اليوم بامكانية انه رايحين الى ولادة هذه الحكومة. شو البطل اللي يعني او التحول اللي صار لحتى رحنا الى هذا هذه التسمية تحديدا والدخول في هذه التفاصيل؟ حدا يا سوسن. اوكي. نجيب مئاتي شو هالشخصية يعني العظيمة اللي انه معقولة بوستو ما عم تخليني كفي عملي معروف. شو هالشخصية العظيمة اللي معقولة يا لطيف يقولوا اللبنانيين عنا مش رفيق الحريري؟ وبالرغم من هيك لاحظة تتكلف، شفنا الدولار عم يقشط 23 22 21 ما هيك 16 حد ال 15. إيه لأنا أرخى أرتيح. المقصود شو؟ انه هيدا البلد رغم كل ظروفه وكل تعقيداته وكل اللي عم نحكي عنه، لكن هلا اذا انت بتجي بتعملي تسويه محليه بغطى هيك اقليمي متواضع دولي، قادر هيدا البلد يرجع يوقف على اجره وقادر يرجع يقلع. طيب. والدليل مش عم نحكي عن رفيق الحريري هي الشخصيه الكاريزماتيك الماليه الكبيره اللي عندها علاقات يا لطيف ورجعت على لبنان، لا عم نحكي عن نجيب مئاتي يلي امبارح كان قدام قاضي التحقيق الاول ببيروت شرب الابو سمراء، واحد من النادي، مش عم نحكي عن واحد ملي معروف، مش عم نحكي عن واحد سوبرمان، واحد عادي قدر بالتكليف قبل التأليف يقشط لك الدولار من 23000 ل 15000، وبالتالي لو انعطى فرصه خلال 24 ساعه ينعمل حكومه مقبوله، ما راح اقول جديه، وانا بلشت حديثي شو قلت؟ قلت مشكلتهم لبعض الناس بيعطوا للناس اوهام ومثاليات، لا انا عم بحكيك بشكل واقعي. حكومة عادية طبيعية. عادية يعني حكومة انتخابات عادية طبيعية. لا من ناس من هذا الانهيار، من ناس مقبولين عندهم هيك شوية مهنية ناجحين بحياتهم، مش بس حاملين الشهادات، لأنه الشهادات لوحدها ما بتكفي، بالعكس تجربة عم بتدل إنه كل ما كبرت الشهادة بلا شغل بتصير القيمة الفعلية أوطى أو أدنى. كان فيها الدولار كمان ينزل لثلاث صفار مثل ما بيقول أحد الخبراء الجديين. نحنا كان عنا في اليوم فرصة جدية أنه نرجع ننزل لثلاث صفار. إيه هالقد. وبالتالي الصورة في غاية السوداوية، وأيضا لكن عندما يوجد الحل أوكي. المحلي والإقليمي والدولي قادر لبنان ينقل من مكان إلى آخر، من ضفة إلى طيب ضفة. ما هو هون السؤال الأساسي، عم حضرتك عم تحكي عن هذه التسوية الداخلية، وآخر شيء مش مرتبطة بقدرات الشخص، خلينا نكون واقعيين. صح. أصلا تاريخ لبنان كله مرتبط بقدرات شخص محدد، حتى ولو كان هذا الشخص أو هذه الشخصية تمتلك الكاريزما اللي حضرتك عم تحكي عنها. أنت بدك عناصر ناضجة لا تقاطعات أو لتسوية كبرى هي اللي بتخليك يا تروح إلى العمل والترجمة يا إلى يعني المشهد نحن شايفينه اليوم. هذه التسوية الداخلية في إلى عناصر نضجت بمطرح من المطارح، نعم أم لا؟ ب 16/7 حطينا تغريدة قلنا فيها لبنان في غرفة الإنعاش، طاقم الطبي هو المجتمع الدولي، وعم يتناقشوا بنظريتين. جزء من الأطباء عم بيقولوا تعوا نقبع عنه التنفس وخلي يموت شوف مصيره، وجزء التاني عم بيقول لا خلينا نقويله جرعة التنفس ونجرب إذا فينا نعيشه أطول مدة ممكنة. وعليه باختصار الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي من خلفه وبعض الدول على رأسها جمهورية مصر العربية عم بيقولوا يا عمي هالمريض بحاجة لإنعاش أكثر، وإذا أنتم متأملين أيها الأمريكيين أنه بكرة بالانتخابات بده يجي التغيير وتقلبوا الأكترية النيابية، هين القصة هيك هيدا المريض ما في روح يصوت، يعني برأيك ما بيوصل على الانتخابات، ما بيوصل للانتخابات. في رأي تاني على رأسه السعودي وبعض الأمريكي عم بقول لا اتركوه لمصيره وخليه هر على الآخر، وساعتها بيستسلم للأمر الواقع وبيكون دفع ثمن الصراع والاشتباك في المنطقة. أنا من وقتها عم أقول ورح أرجع اليوم عيد وقول أي من الرأيين هو الذي سيغلب هو سوف ينجح. طيب. حد هول الاثنين في عندك عامل محلي اسمه العامل اللبناني، وعندك شخصية وتركيبة رئيس الجمهورية
يلي بيغلطوا والفرنسيين اذا بيفكروا انه بالعقوبات فيهم ياخذوا منه اللي بدهم اياه، والدليل بال 89 بصواريخ ما اخذوا منه، والدليل انه امبارح اجت العقوبات الامريكيه وما اخذوا منه وعليه نحن. هذا مؤشر ايجابي ولا سلبي يمكن البناء عليه برايك؟ يعني هذه الصلابه بالموقف اذا بدي اخذها بانطلاقا من اللي حضرتك عم تتحدث عنه، هيدا بيوصل لمطرح في حلول ولا بيوصل لمطرح مغلق؟ كل انسان له تركيبته الشخصيه، بدك تعالجيه بتركيبته بقناعاته. انا ما بحط حالي مطرح حدا، انا اذا بتساليني اليوم بلك وانا سبق وقلت بقول انا كانسان كمتابع للشأن العام ولا يمكن اني اسمح لنفسي اني صوت لنجيب مئاتي لو كنت نائب، لكن انا كبي رح ارجع عيد عنده اولاد بفكر فيهم وبمستقبلهم وبمدرستهم اللي ما بنعرف اذا رح تفتح ولا لا، بلك خلي العفريت الازرق يعمل حكومه اذا قادر يقطعني هالمرحله من هلا للانتخابات. نحن كلنا مسلمين بامرنا انه جاي الانتخابات لتكون مفصليه، صح؟ صح. طيب هي المرحله الفاصله من الانتخابات كيف نملأ هذه الفراغ. المرحلة والفراغ. عنا اثنين سيناريو. السيناريو الأول حكومة حسان دياب بلا إيدين وبلا إجرين وبلا عيون وبلا أذان ومشقفة ومكسرة ومطعوجة، يعني حكومة لا حكومة كملك ومطعوجة ومش قادرة توقف على إجريها لا دستوريا ولا قانونيا ولا لوجستيا ولا إمكانيا، ومصرف لبنان عم بيخبرك إنه كل شهر عم يصرف بحدود المليار دولار بس على مازوت وبنزين، وإنه بعد شوي وين بيخلصوا المصريات. أو إنه نجيب حكومة رئيسة طويل أو قصير مش مهم، تركيبتها متواضعة كتير أو شوي مش مهم. كأنه عندك شيء شخصي تجاهه لرئيس ميقاتي؟ بالعكس أنا شو عم بقول، بالعكس أنا عم بقول بهي المرحلة أنا مع أي حدا يعمل حكومة تقطعني للانتخابات، سواء كان نجيب ميقاتي أو مين من كان يكون. في أوضح من هيك؟ ما في أوضح. أوكي. تقطعنا هاي المرحلة نأمن الدواء نأمن المازوت نأمن معاشتنا الأساسية نقدر نوصل للانتخابات، وبالانتخابات إذا سوسن وسالم والزعرور وكل الناس قرروا يرجعوا هاي الطبقة السياسية هي ذاتها فلتكن يتحملوا مسؤوليتهم، وإذا قرروا يقبعوا لهي الطبقة السياسية فلتكن، مش هيك؟ نحن أمام الخيارين، ودائما تذكري هالصورة، غرفة الإنعاش والمريض والأطباء. إيه بس بغرفة الإنعاش مثل ما حضرتك قلت في رأيين علميين، يعني خليني أقول إذا اليوم في طبيب بيقول خلينا نشيل الأكسجين ويموت هذا المريض، وفي طبيب آخر عم بيقول لا ما تشيله الأكسجين خليه عم يتنفس ليوصل بلكي منقدر نعمل له شيء، صح؟ أي من الرأيين سيكون الأغلب يعني ورح يدفع بهذا الاتجاه؟ إذا بدي أحكي باستراتيجية الأمريكية اليوم تجاه لبنان بشكل أساسي أستاذ سالم، واضح أنه يعني في ضغط أمريكي يحمل حزب الله مسؤولية انهيار البلد، وفي تحضير أرضي للقول بأنه كل ما يعانيه لبنان اليوم لأنه في المقاومة وفي هذه القوة وهذا السلاح. واضح أيضا بأنه دعم الجيش اللي بلشت فيه حضرتك يعني هو لأنه الوحيدة القادرة، هي الجهة الوحيدة القادرة على ضمان هذا التوازن. نعم. باليوم انعدام الوزن الحاصل في الداخل اللبناني. طيب كيف اليوم أنا بدي روح أمنع حكومة أو أمنع انتخابات تروح إلى إنتاج أكترية بتوصل فيها حزب الله وحلفائه أنه هو يكون الأكترية كما جرى في الانتخابات السابقة؟ شوفي الشغل على البيئة هيك بحكيه مثل ما هي، الشغل على البيئة الشيعية شغال، لكن هن بيعرفوا ضمنا أنه هال 27 نايب الشيعي، يعني إذا شديت حالك فيك تشلحهم للشيعة نايب أو اثنين بأحلى الظروف، بالرغم كل الإحصاءات بتقول لا الشيعة بيجيبوا 27 نايب وحدهم على القليل 7-8 نواب من باقي الطوائف بأصواتهم. على ماذا يعني؟ هذا اللي بدي أوصله. هن عاشوا رهان، رهانهم أنه داخل البيئة المسيحية وهيك وبشفافية المجتمع المسيحي هو أكثر مجتمع متحرك، والدليل روح يراجع صناديق الاقتراع كيف كان يعطي لهالتيار أو لهالحزب أو لهالشخصية 90% مرة ومرة 60 ومرة 40 ومرة 30. طبيعة المجتمع المسيحي أقل تحزبا من المجتمعين السني والشيعي والدرزي، هو أقل تحزبا؟ أقل تحزبا والله أكثر إذا بدك حرية في الانتماء. ما هني بيجوا مع بعضهم هول، هلأ هي التحزبية والحرية جدال فكري طويل أنا ما راح فوت فيه، لكن أنا اللي عم بقوله بالأرقام، وفيك تستضيف الأستاذ ربيع الهبر أشطر مني بالأرقام، كان معنا لأحد المواضيع، لكن الكتلة الشيعية كتلة ثابتة انتخابيا، الكتلة السنية حجم التحرك فيها هو انه ما بيروح ينتخب، يعني بكرة سعد الحريري شو عنده مشكلة؟ عنده مشكلة انه مثل المرة الماضية ببيروت انه ما تكون نسبة اصوات السنة عالية، سنة فيه يعتكف
بس تغييرات وما بتكون تغيرات كبيرة واستراتيجية، يعني مش تغيرات جذرية. صح. ليه؟ لأن ما في قدرة على إنتاج زعامات جديدة، لأنه لا والتنافس صار محدود. يعني عندك بالبقاع الغربي صوت مراد، عندك بصيدا صوت أسامة سعد، عندك صار في تعددية بشمال بس أصوات قادر يجيب حاله، بس مش قادر يجيب اثنين ثلاثة معه بهذا القانون. عرفتي كيف؟ بالموضوع الدرزي بيخلق محمد الدرزي رسلاني أو جملاطي، وإذا غير بيكون التغيير محدود. المجتمع المسيحي لا، في هالدورة يصوت للتيار، والدورة الجاية يصوت للمردة، واللي بعدها يصوت للقوات. نعم في مجموعة بيصير في هذا الانتقال، نعم في مجموعة، إلى نعم في مجموعة وكتلة، نعم في مجموعة وكتلة حزبية، لكن هذه الكتلة الحزبية محدودة. وإذا بتراجعي نسب التصويت ولا مرة كانت عم تتجاوز 30% من اقتراع المسيحيين. إيه بس المؤشرات والمعطيات كلها بتقول إنه يعني اليوم التراجع اللي بده يصير إن كان عند القوات أو إن كان عند التيار حيصب لصالح المجتمع المدني وليس لصالح أي جهة سياسية. نجي للمجتمع المدني. إذا المجتمع المدني بينترك هيك لوحده بنعمل 10,000 لائحة بكل دائرة. إذا المجتمع المدني قدر ينرص صفوفه على طريقة نقابة المهندسين وينعمل لوائح صلبة مع إمكانيات لوجستية ومالية وإعلامية مدروسة، وإنك تنقي شخصيات فيك تطلي فيها، صار شيء تاني. الأمريكيين مرهنين على إدارة هذه الانتخابات بهالطريقة اللي حضرتك أشرتي لها. عبر هذا لكن أنا عم بقول هون وبتعرفي كل المقابلات بتتفرغ لكل السفارات ولكل العالم، إذا بقيتوا هيك ما رح نوصل على الانتخابات. ليه؟ ما بيضل بلد. هلأ أنت إذا بتروح على إدارة الدولة بتاخدي معك ورق A4 أبيض، وبتاخدي معك الطابع، وبتاخدي معك قلم حبر، لأنه بتوصل عند الموظف ما عنده وراء وما عنده قلم حبر وما عنده طوابع، وين رايحين؟ يعني وكيف بدها تعمل كيف انتخابات؟ وين بدنا نوصل؟ يعني هلأ هاي الدولة كيف فيها توصل على الانتخابات؟ طيب يعني هون في تغير بالمعطى للقول بانه في ادارات رسميه للدوله عم تك فيها الكهرباء لانه ما عنده مازوت يعبي المولد، في موظفين ما عم بيروحوا لما في كهرباء، ما معه بنزين يوصل بسيارته، كل يوم ما في كهرباء اصلا. كل يوم تسمع عن اضراب، هدف الاضراب مش تحسين الشروط للمطالب، انه يعطل، لا انه يعطل لانه مش قادر يوصل. نحن جديا اذا بينا هيك ماشيين بايلول عندك انفجار كبير. ليه حقول بايلول عندك انفجار؟ ليه بايلول؟ اولا لانه حيكونوا فلوا المغتربين واللي اليوم منورين لبنان وعم يبرموا الدورة الاقتصادية الكاملة فيه، من أجار السيارات للمطاعم للفنادق للعملة الصعبة. للعملة الصعبة. صحيح. تانيا عندك فتح المدارس، وأساسا اللبنانيين كل أيلول بيتعبوا، ما في قدرة وأنت أصلا. وأنت أم والله يخلي لك أولادك صاروا بالجامعات وبتعرفي شو يعني أيلول وشو يعني استحققت. أنك تأمني الكتب وأنك تأمني القرطاسية، وانك اليوم عم نحكي قديش حق الدفتر. صحيح. دفتر ايه؟ القلم. دفتر الواحد حقه قد حق قرطاسية كاملة كنا ندفعها من سنة. اليوم بقيلول عندك موضوع كورونا وهيدي الموجة الثالثة مدري الرابعة، طيب كل هول الاستحقاقات. وعندك أزمة مازوت وأزمة محروقات وما في انترنت، ويمكن ما يكون في قدرة سبقتيني. طيب اليوم المازوت بالصيف وهيك الحاجة له، طيب بالشتاء بالتدفئة شو بنعمل؟ شو بنساوي بالقرى وبالضياع؟ مين قادر اليوم بعكار او بالهرمل او بجنوب يدفع تنكه مازوت 350,000 بالشتويه ليضوي يدفي؟ شو بيطرح السؤال انه ليه ما بيغلب راي القائل بانه خلوا لبنان يموت وشيلوا عنه هذا الاكسجين؟ وعليه للاسف التفاوض على تشكيل الحكومه يجري على هذا الايقاع. كنا قلنا باول حلقه التفاوض يجري بالتوازي مع الإعلام، وأحيانا الإعلام كتيبة متقدمة للتفاوض السياسي في ملف الحكومة. هلأ في اللي كمان جوع الناس وتعب الناس وقهر الناس وأيلول، وأيلول اللي شو بقول المثل، أيلول طرفه بالشتاء مبلول، لا أيلول طرفه بالأزمات مبلول بلبنان، أو بالعكس فينا نعمل حكومة بأواخر آب وقد نكون أمام حلول فيها على اللبنانيين. بشوفي شو طلبات اللبنانيين، الإنسان عنده حاجات أساسية طورت مع تطور المجتمعات. يعني كانت حاجتك الأساسية إنك تاكلي وتشربي وتنامي، وتطورنا بعدين صار الإنسان ويلبس. هلأ وينك حاجاتك الأساسية؟ يكون عندك إنترنت، يكون عندك تواصل، يكون عندك علم، يكون عندك طبابة، يكون ما هيك؟ نحن بالعكس حاجاتنا الأساسية عم نرجع للإنسان، الإنسان بين هلالين القديم اللي كنا ندرس عنه بالتاريخ. يعني رجعنا هلأ شو همه اليوم؟ شو همه المواطن؟ مازوت يعبي فيه المولد، يجيب أكل وخبز وشرب، ويا رب السترة يصير في كونكشن للأولاد يدرسوا بالبيت لأنه ما في مدارس.
لكن قديش سقف طموحاتنا؟ هذا السقف في سير أدنى، ايه هيدا في سير أدنى. هيدا سقف طموحات عند المواطن، ولكن بالمقابل مثل ما حضرتك عم بتقول اذا بدي فوت بتفاصيل ما يجري اليوم تمسيح. من ايه لكن السقف كثير مرتفع، يعني بيني وبينك وفي الكثير من الانانيه وفي الكثير من عدم المسؤوليه، ما بعرف شو فيني اوصف بعد اكثر من هيك. امبارح عم بيحكي معي وزير الداخليه العميد محمد فهمي، قال لي عن جد مختلفين على الداخليه؟ قلت له عن جد مختلفين على الداخليه. قال لي يجي يقعدوا هون نشوف في هون غير المشاكل ووجع الراس، معنا القدرة نغير ذات لمولداتنا بالداخلية. إنه شو عم يتخانقوا؟ عم يتخانقوا على السلطة مش على لتشوف الدنيا وين والناس وين والتركيبة وين. ما هيدا نحن شايفينه، بس اليوم هن حيشوفوا أو متى يحتحين إذا بدك وقت هذه الرؤية بمطرح من المطار. الهديان، وأجمل ما كتبته زميلتنا وزميلتك وأستاذتنا ريما فرح بجريدة النهار من يومين في رثاء جوستين خويري، كتبت لها الجميع في هديان. صحيح، نحن كلياتنا مطوشين. طلع حواليك شوف الناس، لنشوف الهديان لوين بده يوصل استاذ سالم، واين هي الاطراف الوطنيه كمان اليوم؟ يعني بعد ما في عند البعض حرص على عدم ترك الامور تروح الى يعني هذا السيناريو الاسود المنتظر، فيما لو لم نذهب الى انتاج تسويه او نوع من حلول، ولو كانت يعني حلول إذا بدك بهذا الوقت. يعني خلينا أطلع بفاصل ومن ثم نتابع هذا الحوار. نتابع السياسة اليوم وضيفي مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران. كنا سألنا عن استراتيجية التي تتبعها واشنطن، والهدف اليوم الوصول إلى تغيير هذه الأكثرية بالمجلس النيابي، وسألتك عن الآلية التي يعني ستعتمدها لتغيير هذه الأكثرية في ظل هذا الواقع القائم. هذا يفترض شو؟ المزيد من الضغط، المزيد من الأزمات، لا آخر شيء تحضير أرضية تقول أنه أنا لا أريد انتخاب هذه الأطراف السياسية اللي أنا كنت. لا، أولا واشنطن مسار بإدارة ترامب كان واضح أنه ممنوع الحل بلبنان، والدليل عشية مصطفى أديب تشكيل الحكومة اجت العقوبات من العيار الثقيل، وكانت دايما حاضرة تخريب داخل الملف اللبناني على الدور الفرنسي اللي كان بلش من وقتها مع ماكرون وزيارته للبنان. الإدارة بايدن لا، في فرق كبير بالنظرة للبنان، وهو مزيد من التلاقي والتطابق بالمواقف تجاه الفرنسيين، وما رح أقول تلزيم لبنان للفرنسيين، لكن ضمن عم بيقولوا للفرنسيين في مؤسستين بتزيحوا عنهم اللي هم الجيش ومصرف لبنان، والباقي كله مسموح اللعب فيه. في تطابق بالنظرة هون ولا في؟ لا تطابق، في تطابق. تطابق صار اجتماع ثلاثي بذكرته وزراء الخارجية، اولا صار اجتماع ثنائي فرنسي امريكي، بعدين انضم وزير خارجية السعودية، بعدين طلعوا السفيرتين الى المملكة وطلعوا السفيرتين يخبرونا انه رحنا على المملكة لنقدم مواد وسلع غذائية ومساعدات غذائية وكذا. اذا كان الحكي صحيح بأكد كلامنا انه هن بدهم يأمنوا المرحلة الانتقالية، انه هالبلد ما يهر من هلا لنوصل للانتخاب. وهذا اللي قاله الحاج محمد رعد. شوف ثلاثتهم متفقين على عنوان أساسي هو قلب الأغلبية النيابية. أوكي. خلصين. لكن الطريق إلى قلب الأغلبية النيابية، السعودي إذا بنرجع لغرفة الإنعاش اللي استعملناها كصورة تشبيهية بالحلقة، السعودي خرج من غرفة العمليات حردان وزعلان، لكن ما قطع الأكسجين عن المريض وما أعطى الأكسجين. الجرعة. أوكي. خرج من الغرفة. الأمريكي واقف عم يطلع على الفرنسي عم يقول له شرف فرجيني مرجلتك شوفي كيف فيك تحكمه، والفرنسي عم بجرب يلاقي طريقة. مشكلة الفرنسي انه بيحتاج الى ابو عبده او الى غازي كنعان، لانه هاي الطبقة السياسية اللبنانية ما بيمشي معها هذا الاسلوب، ما بيمشي هلأ؟ ايبك هيك مثل ما هي هيك من الاخر، يعني معقول اللبنانيين بدون ضابط ايقاع؟ مشاقفين بعضهم اليوم، مش بدون ضابط، بدون عصاية على راسهم، بدون ضابط ايقاع، بدون عصاية على راسهم مش على ايدهم، لانه ضابط الايقاع بك مش هيك بايده بتكون صغيرة ونعمة، لا بدك عصاية ايد الكبيرة للخبيط. هاي الطبقة السياسية بيطلع يعني؟ بيطلع مصرف لبنان بيقول دفعنا بحدود المليار دولار بتموز بنزين ومازوت، واللبنانيين عم ينذلوا ليلاقوا تنك بنزين وعشرة لتر مازوت. هذا ما منه منطق.
إيه بس البعض بيقول انه صار خارج، بس البعض بيقول انه في تقصد لافتعال هذه الازمات لايصال المواطن اللبناني اليوم الى يعني او الى تقليب اذا بدك البيئات على الاحزاب التقليديه، ومن هون الشغل لا انت اخر شيء تغير بهذه الاكثريه اللي هي بدهم يغيروا. واجى لعنا واحد من مراكز الراي الامريكي، وبتعرف هو المراكز بيكونوا فرق كشفيه استطلاعيه للقرار السياسي، حكي بنفس النظريه. شو كان جوابي له؟ شو كان جوابي؟ انه هلا اليوم فعليا اليوم على محطات البنزين شو عم بيصير؟ عم بيضطر صاحب المحطه يجيب شبيبه من الحي ويحطهم على المحطه لحتى يحموها، وهول الشبيبه عم يتحولوا هن لوزاره الطاقه والمياه. اذا بكره فلتت اكثر مين بده يلقط الارض فكري؟ المواطن العادي او الان جي اوز او المجتمع المدني؟ لا حبيبتي. اذا فلت هذا البلد رح يروح البلد لمزيد من العشائرية والقبلية، والعشائرية مش بمعناها السلبي لا. طيب يعني بمعناها البلد كل مجموعة بالفوضى، كل مجموعة بشرية بدها تروح تتكتل وتحمي طبعًا. حالة ومين بيصير قوى بالفوضى فكرك انت؟ مين؟ هول الهم ذاتهم ايه بس ميليشيا. ما في لا ما اخر شيء اوكي الاول اللي على الارض قبضاي الحي يعني عم تقول قبضاي الحي بس يجي قبضاي الحزب اللي اكبر منه بيضبه. نحن بلبنان الاحزاب عنا مش حزب الخضر وحزب السلام وحزب الرفاهية، نحن الأحزاب عنا كانوا مبارح ميليشيا عم بيتقاتلوا بالحرب وكلهم عيديهم دام، ويجوا لبسوا بدلات وجرافتات وفاتوا على الدولة، وقت اللي بده يفلت الشارع بيرجعوا هون إني ذاتهم بيسرحوا البدلات والجرافتات. إيه بس ما البعض بيقول إنه لا اليوم نظرية الفوضى المتنقلة هي حتكون متفاوتة بحسب كل منطقة وبحسب الأحزاب وقدرتها على اليوم يعني تأمين إذا بدك استقرار البيئة تاعيتها. وبهذا المعنى قديش الجيش قادر كمان اليوم على لعب دور؟ يعني هو السؤال الأساسي، من سيضبط هذه الفوضى فيما لو دخلنا بأتون هذه الفوضى؟ شوفي موضوع الفدرالية أنا عندي رأي فيه مظبوط، كان دايما الفدرالية عنوان لبلادنا مش بس للبنان، وشفناه بال2011 مجدد بعنوان الربيع العربي. أوكي. بكل جرأة وصراحة ووضوح، مشكلة الغرب مع الفدرالية في لبنان أنها لو حصلت فإن البقعة الجغرافية التي ستكون على تماس مع العدو الإسرائيلي هي بقعة الجنوب، الجنوب والطائفة الشيعية الكريمة. يعني بتقول ما بيناسبهم حتى، وبالتالي أكيد ما بيناسبهم. أكيد ما بيناسبهم لأنه حيضلوا شو بيهدد شيلي أو عامل معادلة ردع، شيلي إسرائيل وشيلي شاطئ البحر المتوسط وشو فيه غاز وخيرات، شو لبنان؟ مين بيطلع فيه؟ مين بيسمع باسمه؟ طيب. في كتير في كتير بلدان أهم منا بكتير ما بيقطع اسمه نشاط الأخبار، موقعه الجغرافي يلي أحيانا يصبح هذا الموقع لعنة، لعنة الجغرافيا. طيب. إذا حصلت الفدرالية، ورح كون كتير دقيق وواضح، لو أن هذه الفدرالية تؤمن عم لقي عبارة هيك دقيقة، لو أن هذه الفدرالية تؤمن كيانا إلى جانب إسرائيل يستطيع أن يتناغم معها لذهبوا إليه، لكن هذه الفدرالية لا سمح الله إذا ما وقعت في لبنان سوف تضع هذا الكنتون الشيعي اللي على رأسه حزب الله وحركة أمل على تماس مع العدو الإسرائيلي. طيب هيدا شو؟ أنت هلأ بعقلك حطي حالك لا سمح الله مطرح العدو، إليك مصلحة فيه؟ طيب هيدا إذا بدي يقفل الباب أمام هذا السيناريو، وبالتالي أنت إذا بدك تروحي على لعبة الفدرالية بتكون عم تغري عن شقفة هيك، تاخد حدود مع سوريا وحدود مع فلسطين المحتلة. طيب شو السيناريوهات اليوم القابلة للحياة للمرحلة المقبلة؟ شوفي عندهم سيناريو على الشكل التالي، مزيد من الأزمات، مزيد من الضغط، مزيد طيب إنهاك وأضعاف، نجيب مئات رئيس حكومة مثل 2005 ما هي شو الأحداث؟ اغتيال الرئيس الحريري، انفجار المرفأ. أوكي. عال حكومة 2005 برئاسة نجيب مئات، فرنسيين كانوا عربينا، حكومة برئاسة نجيب مئات 2021 الفرنسيين عربينا، انتخابات نيابية مقبلة، انتخابات نيابية مقبلة. بهذه الانتخابات عملوا أكترية ل 14 أذار بوقتها. بهذه الانتخابات إذا ما قدروا يعملوا أكترية بيعملوا الكتلة الوسط المقررة، اللي هي وهذا مشروع آخر عم يناقشوا فيه. شو شو يعني كتلة الوسط المقررة؟ أنتوا عم تلتقي بهول المراكز الأبحاث الأجنبية وأنا بلتقي فيهم باستمرار، ومن كل الدول بما فيهم الأمريكيين، وعم تسمع الأسئلة، طبيعة الأسئلة مطروحة. بتخليك تفكري هيدا العقل بشو عم بفكر. اليوم هني منن وهمين ومنن أغبية مثل ما نحن كنا بنفكر أوقات، إنه ما حدا بيغلب على الأغلبية مزبوط، لكن بكرة حيكون حزب الله وحركة أمل وكل حلفائهم افترضنا بالبرلمان عندهم 50 نائب. أوكي. وافترضنا رح يكون 14 أذار التقليدية
يعني قوات وادي جملاط والحريري وكذا ومدري شو، عندهم 50 نائب. حتكون هذه الكتلة الوسطية الأنجوئية 28 نائب مثل ما هن مفكرين. هيدي ال 28 نائب رح يكون عندها القدرة انها تتناغم بالقرارات الاستراتيجية مع 14 وتاخذك على غير مطرح، يعني تلعب بيضة القبان بمطرح أبعد من بيضة القبان. ايه؟ عندها المقرر، رح تكون اوكي. المقرر رح تكون مقرر جدي، وعندها القدرة أحيانا انه تفكك بعض التحالفات، يمكن تمرق بعض القوانين للعلاقة بالشراء العام بالمحاسبة بكذا، بعض التفاصيل الداخلية مع 8 أزار اللي أحيانا بيتقاطعوا مع المجتمع الدولي ببعض المطالب. إذا ليس صحيح رأيي الشخصي مع احترامي لكل الآراء بأنه أن المشروع هو قلب الأكثرية من ضفة إلى أخرى، وأنما فالغرب ليس غبيا كما نظن نحن وليس بعيدا عن تفاصيلنا اللبنانية، بل على العكس عنده دراسات تفصيلية. وخليه خبرك أستاذ ربيع الهبر بعملوا دراسة مين بيأثر أكثر على الشاشة من بين الضيوف، تخيلي لوين هلقات صاروا عم يشوف الشخصيات المؤثرة، مين أكثر عنده حضور، مين أكثر بيأثر، مين إذا كب معلومة بتوصل أسرع. لا، هني بيعرفوا أنه اليوم مش قادرين يقلبوا قلب تام البيئة الشيعية والسنية والمسيحية والدرزية، لأنه مجتمع اللبناني مركب طوائفي، رح يروحوا ياخذوا الكتلة الوازنة المقررة. ومثل ما حكيتك سيناريو، إذا كانوا هولي 50 وهولي 50 بيكونوا هني 28 بالقرارات الكبرى السياسية بيتناغموا مع 14 أذار لأني أقرب للمشروع الغربي، وفي القرارات التفصيلية اللي علاقة بحرب الفساد وغيرها قد نكون أمام تقاطعات مع بعض الكتل. بس نشهد برأيك حتى الساعة بخلط الأوراق، بمعنى القول بأنه اليوم التحالفات اللي كنا بنعرفها بطلت موجودة، يعني اليوم فينا نحكي عن 8 و14 انتهت. ايه، فينا نحكي عن طبيعة التحالفات القائمة حتى بين القوى الأساسية، يعني لما بيقول الوزير جبران باسيل مجلس النواب أنه نحن بعدم تسمية رئيس ميقاتي أثبتنا أنه نحن مش أكترية، كان عم بأشر إلى ماذا؟ شو كان عم بيقول؟ معك حق، بس بالخيارات الكبيرة ست سوسن لا مش هيك. يعني اليوم الخيارات الكبيرة استراتيجية ناحية شو العداء مع إسرائيل بموضوع النظر للعلاقات مع سوريا، ما العلاقات مع سوريا ما تفعلت أصلا يعني على راسي، بس في بس بتصف الناس بطريقة معينة. لا، باللحظات الاستراتيجية بتصف الناس بطريقة معينة، وبكرة بدك تشوفيها باستحقاقات مقبلة. مين قال انه ما بخف هذا الاصطفاف؟ أكيد أكيد. لناحية كمان اذا بدك يعني هو خلينا نكون صادقين مع بعض، في 8 اذار التقليديين، في التيار الوطني الحر يعني ولا مرة كانوا كتلة واحدة، يعني التيار الوطني الحر منه 8 اوكي أذار. بس نحن لما نقول اكترية شو يعني مين الاكترية؟ بيتحالفوا او بيتفقوا، يعني حتى سليمان فرنجي شو بيقول؟ انا في الاستراتيجية حليفي الرئيس ميشيل عون، صحيح ربحنا باستراتيجيا، هيدا اللي قاله. لا، وقال انا حليفي وبعد يقول انا حليفي. اذا هن بالموضوع الكبير اذا بدك بيلتقوا، بمواضيع التفاصيل معك حق ما في 8 و14. يعني بكره اذا في انتخاب رئيس جمهوريه راح تشوفي خلطه جديده كمان بتركيبه جديده، وعليه المساله للاسف بالوقت اللي الغرب عم بيناقش مصير البلد وهويته السياسيه والاقتصاديه والماليه واي نظام راح يكون موجود فيه، نحن عم نناقش بالدخلية وبالعدلية وبمختار. بس مين بيضمن أنه هذا الثبات باستراتيجية سيبقى على حاله؟ ما كتير مهم، لأنه ما بقى يهم كتير الناس، يعني بأي معنى؟ مش الناس، عم قول الكتل الأساسية. اليوم أنت لما بتحكي عن أكثرية نيابية ست سوسن، أسئلة الناس شو هي؟ شرفي للأسف نحن يعني سكوف. أسئلة الناس اللي علاقة بتفصيل بيقول لك هي ابني بده هالدواء ومش عم لقيه، فيك تلاقي لي شو بدك تحكي معه بروسيا وخط الغاز امبارح طفله والصراع طفلة توفت نتيجة عدم وجود إبرة مضادة لعقصة العقربة. شو بدك تحكي يعني؟ شو بدك واقع أكتر من هيك؟ مبكي ما بعرف موجع. أنا لو كون تيار أو حزب سياسي بهرب أني روح أخذ هاي الوزارات، تاخذي وزارة الصحة بتجيب لك المسبة، تاخذي وزارة التربية بتجيب لك الشتيمة، أي وزارة بدك تاخذي إذا أنت مش قادرة تلبي طلبات الناس؟ ما هي مش هون القصة، الجوهر المشكلة اليوم إذا بدك حيكون في قيام لهذا البلد نعم أم لا، أو لا خلص رايحين إلى انهياره وإعادة تركيبه وفق موازين قوى يراه الغرب أنه إذا بدك يعني تتشكل بعد الوصول إلى التسويات الكبرى. وأي بلد اليوم منتظر؟ هذه العصفورية المسمات لبنان قادرين المرضى الموجودين فيها أو المصابين الموجودين فيها على أن ينتحروا جميعا في أي لحظة، وقادرين على أن يخرجوا من المصح أصحياء في أي لحظة. ما بدهم يخرجوا من المصح. بلد غريب عجيب، في بلحظة بيقلب. وخبرتك كيف
اليوم نتكلف نجيب مئات أشط الدولار 7000، هيدي مش صايرة ببلد بالعالم. لأنه نحن موضوع الدولار مش مرتبط لا بعملية اقتصادية ولا بدورة ولا بأرقام، مرتبط بالموضوع السياسي بشكل كبير. واضح أنه في كمان يعني اليوم مافيا بتتحكم بهذا الموضوع. أستاذ سالم، لا مش بس الدولار، مش بس الدولار مرتبط بالسياسي، كل تفاصيل حياتنا مرتبطة بالسياسي، كل نمطنا الاجتماعي مرتبط بالسياسة. مشان هيك فاسدة هذه الحياة، لهيك كلها لهيك حياتنا فاسدة الاجتماعية، مثل ما انه حياتنا السياسية فاسدة. طيب حكيت عن حسابات الاطراف يعني الاساسية، ستنا بتروحي على دول، وانت من اللي بيسافروا معك باسبور اجنبي بتروحي لبرا، قليل اللي بيقروا جريدة سياسية، قليل اللي بيهتموا بالتفاصيل السياسية، يعني معنيين بشكل مباشر، قليل اللي بيحضروا نشاط الاخبار، لانه في استقرار وفي ازدهار وفي بيهتموا الناس بامور اخرى. والسياسي هي لنوع من بين الهلالين المحترفين بلبنان، من الولد اللي عمره 5 سنين للكهل اللي واقف ناطر بغرفة العناية الفائقة، كلهم عندهم اهتمام بالتفاصيل السياسية. بس المفارقة أنه ما في حياة سياسية بالبلد للأسف. لا المجتمع مسيس، ومنفتش على، لكن هذه السياسة هي سياسة الرزيلة، ولهيك كلياتنا تحولنا إلى حيتين صغيرة، كل واحد منا بجرب يأكل من الحوت الكبير. حضرتك طيب، إذا بدي أرجع للحظة تسمية الرئيس ميقاتي، وخليني أقول أنه واضح أنه شعر المواطن اللبناني بهذا الزخم الإيجابي أستاذ سالم، انطلاقا من مقاله الرئيس ميقاتي، من التكليف اللي كان سريع وسلس. وبدي فوت إلى تسمية الأطراف السياسية، يعني نحن كنا أمام إذا بدك تسمية حزب الله لرئيس ميقاتي، واللي كمان كان عليها علامات استفهام حول يعني هذه التسمية تحديدا، عدم تسمية تيار الوطن الحر، على الرغم من أنه كان في يعني بث أجواء إيجابية من قبل فخامة رئيس الجمهورية باتجاه رئيس ميقاتي بحديثه للجمهورية. واضح موقف ثابت يمكن للقوات اللبنانية بعدم التسمية وعدم المشاركة، كيف بقدر افهمهم اذا بدك بالموضوع السياسي الداخلي؟ لا، سيناريو التكليف كان اكثر زهرية من التأليف، ولهيك نحن وكتار كنا عم نقول التكليف حاصل وحاسم ولكن بكير، اما التأليف فشأن اخر. القوات اللبنانية عدم تسمية نجيب ميقاتي نوع من انواع التماهي مع سياستها، بغض النظر بتوافق أو بتختلف عليها، لكن هي خدمت نجيب ميقاتي في مكان ما. لأنه لو سمت نواف إسلام وراح التيار سمى نواف إسلام، كان في تقاطع، وبعض المستقلين سموا نواف إسلام، كنا أمام سيناريو شو هو؟ عم نحكي عن 70 لنجيب ميقاتي، عم نحكي عن حوالي 50 لنواف إسلام، وكنا عملنا مشهد كما لو أن هناك أفضليات، وبرأيي كانوا 70 تعوا لنجيب ميقاتي فين يصيروا 60 يمكن، ونكون عم نحكي عن شبه معركة. بس ليه ما سمت القوات؟ وبالتالي عمل جهد من أطراف مختلفة، جزء حكي مع القوات اللبنانية لما تسمي نواف إسلام، وبعتقد الفرنسيين مش بعاد، وجزء حكي مع التيار الوطني الحر، وأول حرف من اسمه حزب الله لما يسموا نواف إسلام. أوكي. وهيك وصل نجيب ميقاتي إذا بدك بالتكليف مرتاح أكتر، سعد الحريري ب 65 صوت، حسان دياب 69 صوت، هو 72 صوت، وبالتالي لا اجى التكليف سلس، لكن كان واضح ان التأليف شأن اخر، والكل كان عم بيقولوا التأليف سوف يكون اكثر تعقيدا. بس كان في نوع من التيار الوطني الحر شو عمل؟ يعني التيار الوطني الحر شو عمل؟ انا ما بسمي ظهر، ليه اعلن هذا الموقف من اللحظه الاولى، والبعض اعتبره انه وقف على التل وهو تخلي عن المسؤوليه؟ اول شيء انا ما بجاوب عنه، انا بوصف الواقع اللي صار، هو بجاوب عن حاله. شو بيقول؟ بس هو شو عمل؟ هو قال انا ما بسمي، وراح قعد وين؟ قعد هو وياه على طاولة العشاء، وقال الثقة مرتبطة بتركيبة الحكومة ببرنامجها. قال له الثقة مرتبطة، أو قال له لا ما بدي سميك وما بدي أعطيك الثقة بمجلس النواب؟ بس رجع الوزير جبران بسيل قال الثقة مرتبطة بتركيبة الحكومة، يعني إذا هلأ أخذ رئيس الجمهورية 8 وزراء بيناتهم وزير الداخلية، ونحط برنامج للحكومة وبيان وزاري مثل ما هو بده، فيما يعطيه الثقة؟ يعني عم تقول انت ثقة التيار الوطني الحر مرتبطة بتوقيع فخامة رئيس على التشكيلة الحكومية؟ ايه؟ اذا بكرة تركبت الحكومة وخينا طلال ارسلان اخذ وزير، والطشناق اخذ وزير، انه فيهم بمعزل عن 8 وزراء اللي فيهم بكرة مثلا ما يعطوه الثقة، كيف بدك تعطي ثقة؟ ما انت ماخذ وزير بدهم يعطوه الثقة، يعني تعليه تسقف شو؟ لا طبيعي، نوع من التفاوض. اوكي، انا رأيي التيار الوطني الحر شو اجا يقول انه انا بعمل مسافة لورا، إذا كان نجيب ميقاتي جايب مشروع سعد الحريري نسخة طب الأصل هي ذاتها، بقول أنا من الأساس براطة. أما إذا جاي ليدور زوايا ويحلها مع رئيس الجمهورية، ساعتها بنقول رئيس الجمهورية هو اللي بيأمن
شو الميثاقية المسيحية. أوكي بس قديش عنده هامش غياب القوات اللبنانية خدم بشكل أو بآخر رئيس ميقاتي؟ لا خدم رئيس الجمهورية. ليه؟ لأنه صار عم بيفاوض الحصة المسيحية بقلب أوسع. يعني أنت إذا عم تحكي عن 12 وزير مسيحي جينا قلنا المرضى اثنين، حزب الثوري القومي الاجتماعي واحد، طب قد ايه بقي مسيحية؟ تسعة. مين بياخذهم؟ ياخذوا نجيب مئات للتسعة. بس ما هن ما كانوا راضيين عن الأداء السابق وما كانوا راضيين إنه اليوم رئيس الجمهورية هو يعني إذا بدك اليوم أداء مين؟ اختي على الداخليه مختلفه. ايه بس كلمة. القوات اللبنانيه ما كانت راضيه انه والله فخامه الرئيس هو عم يحكي لا يعني لا. ينوب محل المسيحيين الغير موجودين في واضح. الحكومه. ايه انا ما قلت انه القوات عم تخدم الرئيس عون انه هي بدها تخدمه، وانما قلت لا نتيجه هذا السلوك هو عم بيستفيد. وهذا الشيء بيصير حتى بحياتك العاديه، يعني بحياتك الطبيعيه احيانا الخصم بيخدمك بدون ما هو يعني عم تقول انه اليوم بنتيجه ضغط الفرنسي على القوات لم نذهب الى تسميه نواف سلام. انا اللي فهمته قبل وهذا إنه؟ عبرت عنه انه القوات ما راح يسموا حدا، واللي فهمته انه في كان رغبه او دخول فرنسي مع بس ليه سموا نواف سلام بالسابق وما سموا هلا؟ ما عم تخليني اكمل سوسن. اللي فهمته صار في نوع من التدخل لحتى ما يتسمى حدا، لحتى ما تبين كما لو انك كباش بين مئاتي وبين نواف سلام. يعني هذا اللي حضرتك قلته يعني بضغط فرنسي مثل ما حضرتك قلت. ما كلمة ضغط يعني شو؟ كلمة تمهيد، كلمة ضغط يمكن ما بعرف. طيب والتيار الوطني الحر لم يسمي نواف سلام نتيجة تدخل أو بمساعدة من حزب الله ونوع من التكتيك بالتفاوض. طيب تسمية حزب الله لرئيس ميقاتي بأي إطار يمكن وضعه؟ لا كان بلغها لكل العالم ومنها سرية. اليوم وقت اللي بيجتمعوا الفرنسيين مع حزب الله علنا، وبيجي الرئيس ماكرون بيقعد على الطاولة مع الحاج محمد رعد، بالوقت اللي بعض الدول الأوروبية رايحة تقول بدنا نعمل عقوبات على حزب الله، بالوقت الأمريكيين مصنفين حزب الله منظمة إرهابية، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومتفقين اليوم حزب الله وحركة أمل على حصته الشيعية بالحكومة كانوا مع سعد الحريري ومع نجيب مئاتي إذا شكل. وبالتالي عدم تسمية مئاتي كانت راح تكون أمر مختلف، مش تسمية مئاتي. اثنين والأهم، اتفقوا الثنائي إنه خيم النادي رؤساء الحكومات السابقين بده يكون هذا الرئيس ليمثل السنة، لأنه تجربتنا مع الرئيس حسان دياب آدمي وخلوق وما في منه بس ما زبطت. طب رحنا على الأسماء الأربعة، اعتذر سعد الحريري، تمام إسلام عملوا معه محاولة واثنين وثلاثة وعشرة ورغبانين حزب الله كانوا يكون تمام إسلام، ما كان يقبل. بيع عندك فؤاد السنيورة ونجيب مئاتي، يعني بعتقد أسهل تنقي. ما بدها كتير يعني. بس البعض بيعتبر انه مجرد تسمية اليوم هيدا سيحول حزب الله الى شريك اساسي في عملية تأليف الحكومة، وليس يعني اذا بدك داعم لهذه الحكومة كما كانت الحال مع رئيس سعد الحريري. حزب الله عن حق او عن خطأ اختار من وقت طويل ان يحصر نقاشه بالملف الحكومي بالحصة الشيعية وعدم تدخل في الحصة المسيحية. حتى وقت الوزير جبران باسيل بعت له لسمحت السيد حسن نصر الله وقال له شرف انت كون الحكم بموضوع الوزيرين المسيحيين، جاوب سمحت السيد انا دور الحكم ما بدي اياه ولا برغب اني العبه ولاني قادر العبه، لانه لتكون حكم بده الطرفين يعطوا. وعلي لا بتقديري حزب الله رح يحافظ على نفس السياسة اللي كان عم يعتمدها. بهذا المعنى شو؟ بهذا المعنى لن يدخل حزب الله في تفاصيل النقاش حول الوزراء المسيحيين بين مئاتي وعون، راح يقول لهم اثنينهم شو بدكم انا بساعدكم من بعيد لبعيد. طيب لان البعض اعتبر انه مجرد يعني تحديد موعد الاثنين واللي هي فتره طويله نسبيا، يعني المفروض انه ما كان يكون فيها هالقد وقت اذا بدك بين اخر جلسه والجلسه المرتقبه، هي افساحا في المجال لدخول الوسطات والاتصالات لا يعني تدوير الزوايا بشكل افساحا يعني. في المجال لدخول العقوبات الفرنسيه على الخط لكن جاءت مخففة. يعني هلأ متى يحين موعد السوق؟ يعني بنطلع بنسمع عن شخصيات قريبا برأيك وهيدي خاضعة للتفاوض. هي المنهجية كي بدها تمشي منهجية تفاوض الحكومة مع العقوبات، وبتحزن انه هاي العقوبات كان لازم تكون على اللي سرقوا مصاري وحولوهم لبرا وخبوهم بأوروبا، مش هلأ يعني عشية التأليف والتشكيل. وهذا بدلك انه هذا المجتمع
كذاب الغربي وكذاب وقت اللي بيقول لك انه ضد الفساد ومحاربه الفساد، لا، وانما ماشي عنده مشروع بده يمشي، لا اكثر ولا اقل، وعنده بورت بده ياخده، وعنده مينا بده ياخدها. طيب بدي اسال بعد الفاصل يعني اليوم عن فخامه رئيس الجمهوريه والحسابات بمعزل عن الحقائب، لان كمان يعني بعض المعلومات تحدثت عن شروط عند الرئيس عون، وقديش في امكان اليوم لنروح الى انتاج تسوي بين الرئيس ميقاتي ورئيس عون ناحيه كمان التدقيق الجنائي، موضوع حاكم مصرف لبنان والمحاكمه التي يصر عليها فخامه الرئيس بعد هذا الفاصل. نصل إلى المحور الأخير في هذا الحوار مع مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران. مثل ما حضرتك قلت يعني مهلة ثلاثة أيام يمكن لنعطي ثلاثة نين هي إفساحا في المجال أمام العقوبات مثل ما حضرتك صح. وعم تقول هي حتكون يعني متوازية أو ماشية مع عملية تأليف الحكومة والتفاوض الحاصل بين الرئيسين ميقاتي وميشيل عون. ماذا عن العقبات أو ماذا عن شروط رئيس الجمهورية؟ ماذا عن حدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها اليوم؟ أنا رح أرجع يعني كسف اللي حكيناه بجملتين. وصلنا للداخلية بس يعني فعليا اليوم الحكومة واقفة على الداخلية وما بدها كتير تحليل. نحن أمام ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يرتضي الرئيس ميقاتي أنه يكون وزير الداخلية من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية الكريمة من حصة رئيس الجمهورية، شخصية مقبولة بيوافق عليها، أو يرتضي الرئيس عون شخصية سنية بسميها ميقاتي بيرضى هو فيها وبتكون الوسط يعني. أو أنه يجوا الفرنسيين يسمونا اسم بالنص من خارج الاثنين ويمشوا فيه كل الناس، ما في خيار رابع. وبالتالي رأي التنين شو اللي راح يصير؟ راح تتسقط، بلش تتسقط الأسماء على بقية الحقائب وتنترك الداخلية وحد العدلية مشكولة فيها للتفاوض اللاحق، أو بنأسس لمناخ إيجابي تنين في الداخلية والعدلية، أو لا كل واحد منهم بيلعب لعبة تفاوض وشد الأعصاب مع الإشارة أنه نحط تاريخين لتشكيل الحكومة، أو قبل أربع آب أو قبل شهر. نفى قبل أربع أوكي. آب رئيس ميقاتي. أنا عم كمل فكرتي. نحط بالبداية أنه تاريخين، أو قبل أربع آب أو قبل شهر. رجع الرئيس ميقاتي قال لا ما في قبل أربع آب وبالتالي قبل شهر، وبالتالي نحن عنا شهر بتنقصي منهم أسبوع التنين. مش هيك؟ تكليف صار التنين بتنقصي منهم أسبوع، بيضل عندك تقريبا بحدود ثلاث أسابيع وشوي بده ينحسم الأمر، أو باعتذار أو بتأليف. حسنت الموضوع مع نجيب ميقاتي عن سعد الحريري إنه الوقت ما راح يكون يعني سيحسم الاتجاهات، الموضوع بده ينحسم أوكي. أو بدك تروحي على اعتذار أو بدك تروحي على تأليف. بس اليوم كمان إذا بدي أحكي بعناصر التصلب بالمواقف، يعني أول شيء إذا بدي أحكي بالعامل الشخصي بين الرئيسين هيدا منه موجود على غرار نعم. مكان قائم بين الرئيس سعد الحريري وفخامة رئيس الجمهورية. إذا بدي أبني على كلام فخامة الرئيس لما قال أنه يدور الزوايا رئيس ميقاتي وأنا بقدم فشخة أو بنرجع فشخة لورا وهو بيرجع فشخة، فينا نوصل على منطقة إذا بدك وسطى بين اثنين، يعني في جهوزية لتقديم بعض التنازلات وعدم التصلب بالموقف ولا لا؟ لك الشكل مهم، ولهيك كان كل الوقت إذا بدك عم بيدور بشكل أساسي الوزير جبران باسيل وإذا بتراقبي خطابه الإعلامي هل نجيب ميقاتي جاي حامل سعد الحريري نفس المضمون؟ جواب نجيب ميقاتي بنفسه شو قال؟ قال لا أنا عندي شخصيتي وعندي تركيبتي وعندي كذا حيثيت. لكن العبره بكره بالنقاش وبالتفصيل. اوكي العبره بالنقاش وبالتفصيل. الهامش تبع رئيس ميقاتي يعني والسقف اذا بدك قد ايه بيقدر هو ينزل عن السقف اللي وضعوه رؤساء الحكومات السابقين؟ سقفه هو سقف الاليزي. اذا بيقدروا الاليزي يقولوا له هذا الخيار كويس وامشي فيه ونحن بنغطيه وحاضر انه يمشي، بس مش المنطق بقول انه الاليزي بده يعمل كل ما بوسعه لانجاح هذه الحكومه لانه هو اخر شيء عم بيكون عم بمشي رايه مقابل الراي الاخر الذي يقول اتركوا البلد ينهار. بس تجربتنا معه فاشله، يعني اول مره اجى ماكرون وثاني مره وثالث مره ونحن وغيرنا كثار أكثر منها كانوا عم بيقولوا الأداء الفرنسي إذا هيك بقي ما بتركب حكومة. وهلا برجع بعيد معك، إذا الفرنسيين ما دخلوا بشياطين التفاصيل ونسيوا موضوع العقوبات لوحده ما بكفي، يعني العقوبات بتساعد لكن ما بتكفي، بدك تفوت على التفاصيل اللبنانية وعلى تدوير الزوايا، بدك تفوت على الأسماء، تقديري ما رح نوصل لمطرح.
طيب موضوع حاكم مصر في لبنان وموضوع التدقيق الجنائي، لأنه كمان حكى أنه أحد الشروط اللي وضعت على رئيس ميقاتي من قبل فخامة الرئيس هي مسألة محاكمة وإحالة يعني رياض سلامة. أولا رياض سلامة الحاكم عنده محاكمات برا بنص الكرة الأرضية، وعنده محاكمات بلبنان بنص العدلية اللبنانية. إذا قدر يزمط هونيك وهون معناتها هذا الرجل الخارق اللي ما في عليه شيء، وإذا عليه شيء بده يعلق يا هونيك يا هون. يعني افترضنا القضاء اللبناني مسيس، القضاء السويسري مسيس، القضاء الفرنسي مسيس، ما هيك؟ وبالتالي لا، هذا أكثر رجل في العالم اليوم عندك فرصة تعرفي إذا مرتكب قديش حجم ارتكاباته، لأنه ولا يمكن لشخص يقدر يطبق قضاء سويسري وفرنسي وإنجليزي ولبناني، ما هيك؟ أما موضوع الفورنسيك أوديت، نحن دائما بننسى أنه التدقيق الجنائي طلع قانون بمجلس النواب، يعني مش موضوع مين بيقبل ومين بيرفض، لا، موضوع طلع قانون بمجلس النواب. بس ما أنت آخر شيء عندك قضاء صالح للذهاب إلى هذه المحاكمات ولك تجربة. عم نخلطهم ببعضهم. أنا اللي عم بقوله رياض سلامي عنده دعوة بفرنسا وبسويسرا وبخمس ست قضاة بلبنان. أنت شيليني من القضاء اللبناني. انت برايك بسويسرا وبفرنسا انه في الواحد يرشي قاضي، يزبط قاضي، يتلفل له لا القاضي. بس كمان التوقيت السياسي يطرح علامات استفهام، وحضرتك بلشت الحلقه نعم. بتقول انه اليوم في خطوط حمراء عند الامريكيين. حاضر، يعني هذا هو السؤال. ارجع الخطوط الحمراء على المؤسستين وليس مصر على الاشخاص، لبنان وقياده الجيش. اوكي، الاشخاص هم موجودين بالمؤسسات شيء، وهن خارج المؤسسات شيء اخر. لا، الفورنسيك اوديت صار قانون بمجلس النواب، لا رئيس الجمهورية في يتراجع عنه وما رح يتراجع، ولا رئيس الحكومة في عرق له ولو كان عباله يعرق له، وبالتالي لا، صرنا بغير مطرح. طيب يعني هذا هذا يؤكد ولا ينفي المعلومة القائلة كأختي؟ هلا إذا إجا نجيب مئاتي قالوا للرئيس عون خود العدلية والداخلية، خلص بضل في نقاش مشكلة. وبالقلب إذا إجا الرئيس عون قال له خود العدلية والداخلية بضل في نقاش. طيب حاج نخترع عناوين للنقاش. النقاش هو داخلية وحد العدلية، بدون لا زايد ولا ناقص. طب بحسب معطياتك ومعلوماتك شو نوصل إلى تدليل هذه العقد، نعم أم لا، يؤلف أو لا يؤلف؟ والله الوحيد اللي بيمتلك الجواب بعد الله عز وجل هو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو عنده اليوم القرار والتوقيع، خاصة مع غياب المكونين الأساسيين المسيحيين عن التسمية بالتكليف، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. هو بده يقرر بيقبل بالداخلية ولا ما بيقبل، بيمضي ولا ما بيمضي. وقراره خاضع لماذا؟ خاضع لأنه بس بتجربتنا هيك، مش لرهان جديد مثلا على تفاوض أمريكي إيراني. شوفي، على بتحبيه أو بتكرهيه لميشيل عون، هيك بال89 يتصرف، وهيك مبارح مع سعد الحريري يتصرف، وهيك بكرة يمكن يتصرف. أنا ما عندي الجواب، يعني بدك تجيب سليم جريساتي تسألي شو معقول يتصرف الرئيس. إذا بقلك بعرف كيف رح يتصرف كون كذاب. أنا تقديري بس الليونة خاضعة لماذا؟ تقديري أنه نجيب مئاتي حيك حكومته ترك العقد للأخير. يمكن هذا التصرف يكون بعلم التفاوض ذكي، يعني أنه بخلي العقد بالآخر أو مرتبط بتوقيت محدد. هلأ جاي الفرنسي يساعده، إذا ساعده حلا حلا، إذا ما ساعده ما حلا بيرجع بيعتذر، مندور على واحد جديد. مندور على واحد جديد لأنه نحن عنا طرف الوقت وبهيدا الوقت. هيدا لبنان. شو المنتظر بأربعة آب استاذ سالم؟ ما عندي توقعات، انه مظاهرات لازم تكون شعبيه. نحن كلنا اصبنا، انا راح نص بيتي وكل مكتبه، وكان في يكون رايح انا وكان فيك تكوني انت، نحن جميعا اصبنا بأربعة آب. لكن للاسف اليوم التحقيق، وامبارح توفق الوزير زياد بارود وقت اللي قال كل النقاش عن التحقيق كان بزاويه الاهمال الوظيفي، وعم نترك سبب الانفجار الاساسي والنترات. الملف ثلاث أجزاء في تقرير للإف بي آي صدر، ملف ثلاث أجزاء. الجزء الأول هالنترات كيف إجوا ومين إجوا صار معروف، لكن هل إجوا عن عمد، هل تخزنوا عن عمد، هل انسرق منهم عن عمد، هيدا شقفة. شقفة تاني إلى علاقة بالإهمال الوظيفي، وقال لي وقلت له، وهون في مسؤوليات على قضاة، في مسؤوليات على أمنيين وعلى سياسيين. والملف الثالث لحظة الانفجار. لحظة الانفجار حسم التقرير الفرنسي قبل تقرير الإف بي آي، وقال ما كان في صاروخ من الجو، وقال انه هذا الموضوع كان سببه الحريق. تقرير الاف بي اي شو عم بيقول تقرير الاف بي اي؟ اولا عدم ذكره انه صار بصاروخ او من الجو يثبت ان هذا الامر لم يحصل بصاروخ او من الجو. يثبت؟ ايه طبعا. الامر الثاني تقرير الاف بي اي عم بيقول اللي انفجروا، ومعروف هذا الرقم 560 تقريبا،
من اصل 2750، لكن هو ما عم بيقول انه الباقيين سرقوا، لانه انت عندك احتمالين. الاحتمال الاول انه هو اللي انسرقوا. الاحتمال الثاني، ونحن عم نحكي 2013 بلحظه داعش والنصره والتكفير والارهاب والتفجير. الاحتمال الثاني انه لا، وفي تقرير فرنسي فني نحن سبق وطلعناه مره بيقول انه الطريقه اللي مخزنين فيها فيهم يكونوا عفنوا، فيهم يكونوا هتريوا، فيهم يكونوا ما انفجروا دابوا بالمي، لانه الباقيين اللي انفجروا لانه الاسكيا اللي كانوا حاطين نترات كانوا حاطين حدهم فتايل وفرقاع وكذا، فيكون لا فجر كميه منه مش كل الكميه، وبالتالي تقرير الاف بي اي لم يحسم اذا كان قد سرق او تلف. بس تعمد عدم الحسم برايك لفتح الباب امام استثمار بالمرحله المقبله؟ يعني اليوم اذا بس بظل المزايدات الحاصله، لكن بالعلم يعني اذا بتسالي بيقولوا لك هو صعب انه يحسم، لكن ما في شك هو كتب تقريره لحتى يحط الشك على طاولتك وطاوله كل الاعلام لحتى يبقى مفتوح. أوكي. لكن هو شو قال؟ نحن لا نتبنى اي من الروايتين، لكن نحن بنقول كذا. بالعكس الروس قالوا انه الفجر 300 مش 500، مذكره وقت اجى الخبير الروسي. صحيح. وبالتالي على الاكيد الكميه اللي فجرت اقل من كميه النترات الموجوده، لكن السؤال هل هذا التخزين العشوائي مع رطوبه ومع عفوني ومع 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 وخلال هذه السنوات ابطل مفعول تلك المواد؟ هل هذه المواد قد تم تسييلها في البحر وانفجر جزء منها وجزء تاني لم ينفجر، ام تم سرقتها؟ اذا انا بجاوبك هلا بكون كذاب، لكن المحقق العدلي بلا ما يلتهي بقال لي وقلت له بالمراسلات هو شغلته روح يفتش هون، هو شغلته يفتش عن نترات الامونيوم، لانه التقرير اللي صار بعد 24 ساعه من الانفجار اللي عملته المباحث الجنائيه ومبارح نشر بالاعلام فعليا ما زدنا عليه حرف. بعدنا مطرحنا صحيح، ماشي، بس صرنا عم ننقي اسماء نرضي فيها الراي العام، لكن هي الاسماء اللي عم ندعي عليهم بالاهمال الوظيفي بكره بيروحوا على المجلس العدلي، محامي امبارح مخرج بيحول لهم اياها لجنحه وخلصنا. متنتهي عند هذا الحد برايك؟ أيوة. المحقق العدلي شو اسمه؟ المحقق العدلي يعني احيلت اليه احيلت الجريمه الى المجلس العدلي فعين لها محققا. امتى بتنحال الجريمه للمجلس العدلي؟ وقت بتكون ارهاب، وقت بتكون تفجير، وقت بتكون سلاح. اذا انت تارك كل هول وقاعد عم تغرق بالاهمال الوظيفي، اذا انتفت، يعني نبلش أصل غلط، انتفت اصل وجودك كمحقق عدلي. يجب عليه التركيز على هذه النقاط هذه اللي حضرتك عم تحكي عنها. هولي موجودين لكن هولي فصل. اوكي. وامبارح الوزير زياد بارودي اللي هو واحد من اكثر الحياديين بالبلد القانونيين قال انه كثره الحكي عن الاهمال الوظيفي بينقذني، لانه بخليني اقول انه خي بس عم تفكروا بالاهمال الوظيفي، ماذا عن العناصر الاخرى؟ وين العناصر الاخرى؟ صحيح. هيدي الباخره مين جابها؟ وهل خزنت عن عمد؟ وهل خربت عن عمد؟ طيب. وبين هلالين النهار اللي كانوا عم ينزلوها، سوري، النهار اللي كانوا عم يطلعوا عليها الاليات وانبعجت وانكسر عن برا، كان احتفال بعيد الاستقلال. هل منعمدت عن قصد هاي القصة بهذا التوقيت؟ بهذا التوقيت لحتى تنكسر وتنزل البضاعة؟ يعني كل أسئلة مشروعة. هو الأسئلة مشروعة. طب البعض بيقول أنه ينبغي يعني على الحكومة المقبلة أن تشارك أو أنه تطلب من خبراء دوليين ومحايدين للمشاركة بتحقيق التقرير. انفجار في تقرير فرنسي بيروت. وفي تقرير روسي وفي تقرير الـ FBI الأمريكاني. هذا الجانب انتهى، جانب كيف انفجرت خلصت. يعني كانك عم تقول ما في امكانيه. اجوا للاستثمار، اجوا الحدادين اللحامين قبل بثلاث ايام، فاتوا لحموا، رجعوا اجوا ثاني يوم فاتوا لحموا ظهروا، رجعوا اجوا نهار الانفجار لحم. كان السكيورتي منه موجود، كان السكيورتي الحارس منه موجود، نطوا من الشباك ولحموا بهالطريقه. تخزنت، هلا السؤال مين خزن فرقاع حد نترات؟ هل هو غبي او هو لا متواطئ؟ بس بتصدق انه بس هو موضوع غبا يعني لاكثر ما انا بدي جاوب مين بدي جاوب؟ طارق بيطار اللي عم ينعمل هلا بالتحقيق للاسف هو اللي عملوه الاعلاميين قبله، قال لي وقلت له وقلت له وقال لي. الباخره صار معروف كيف اجت وامتى اجت وامتى صفت ومين القاضي اللي اخذ قرار ينزلها ومين الامن اللي كشف عليها ومين ومين، كل الروايه صارت معروفه باستثناء الامرين الاساسيين اللي هالسنه ما ضيعنا ما اشتغلنا عليهم بهالوقت، كنا عم نضيع وقت. هل اجت عن عمد وهل انسرق منهم؟ هون كان لازم ننشغل. ان شاء الله يخيب ظننا ويطلع في شيء نحن ما بنعرفه، لكن اللي قاله سليمان فرنجي بعتقد معه حق فيه، بعدنا بالاهمال الوظيفي وبعثت له مكتوب وما رد علي.
مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، أهلا وسهلا فيك، شكرا على هذه المشاركة. أنا بدي أعتذر من كل المشاهدين لأنه هيك جو شوية كنت أحباط، كنت اليوم محبط صحيح، بس لأنه هاي الحقيقة يعني كان تعي هيك نفحة التشاؤم أكبر عندك. تعي سوسن شوفي حواليك طلبات الناس وحاجات الناس وهموم الناس، تعرفي نحن وين؟ تشعري إنه لا تشعري إنه في كوكبين على الأرض اللبنانية، للأسف صحيح، كوكبين على نفس البقعة الجغرافية الصغيرة، وكل الناس عايشين بكوكب، ومعظم الطبقة السياسية عايشة بكوكب آخر. سيحين وقت الانتقال إلى الكوكب الذي يجمعنا جميعا برأيك؟ هذه البلاد يحكمها اثنان، الطوائف والقناصل، وإذا بقينا هيك لا نطلع من أزمة إلى أزمة، لكن بين الأزمة والأزمة بيكون عنا استراحة تسوية. أقصى طموحنا اليوم إنه ناخد مساحة تسوية 6-7 شهور ناخذ فيه نفسنا قبل ما نروح على الانتخابات والطحنة الكبيرة. نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تسوية بتقطعنا وبتوصلنا للانتخابات محسومة بنتنفس محسومة، وإما لا تسوية فارتطام كبير والذهاب نحو الانفجار. شكرا لك سالم زهران، أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.